السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في آخر سنة في مادة الترند بنكمل المرة اللي فاتت، وأخذنا المرة اللي فاتت بعض الإيه بعض الأشياء البسيطة، التحيات، إزاي تحيي صديقك في الصباح في المساء، إزاي تسأله عن حاله، إزاي تودعه وما إلى ذلك. تمام؟ تمام. طبعا اليوم بنبدا طبعا في الايه في اليونت الاولى، طبعا يونت 1 يونت 1، وطبعا عندنا العنوان بتاعنا بيقول شيلا فامين، يعني عند عائله فرجه، وفي عائله معانا شباب. معاك يا أستاذ. طيب تمام. طبعا بعد كده بقى احنا بنبتدي تمام ان احنا ناخد بقى بعض الكلمات ونبدا نحفظها عشان نتماشى مع الايه مع المنهج. تمام؟ طيب، فزي ما احنا عارفين هنبدا نعرف ان في أستاذ صوتك بيقطع جامد. سامعين كده؟ سامعين كده؟ أيوة كده تمام. طيب تمام. بنقول طبعا زي ما احنا عارفين هتبدا بقى تعرف من دلوقتي ان احنا عندنا اسماء مذكره واسماء مؤنثه في الفرنش. تمام؟ تمام. لازم نكون عارفين الكلمة، واحنا بنحفظ الكلمة نكون عارفين الكلمة دي مذكر ولا مؤنث. خلاص؟ طيب، الكلمة اللي ازاي ما عنديش طريقة اعرفها بيها، يعني مش زي العربي، بمعنى ان الكلمة لو مذكر في العربي يبقى مذكر في الفرنش، او مؤنث في العربي مؤنث في الفرنش، او العكس، بمعنى لو العربي مذكر يبقى الفرنش مؤنث. لا، فقط انا بعرفها من خلال الأداة التي تسبق الكلمة. بعرفها من خلال الأداة التي تسبق الكلمة. تمام؟ لو الكلمة تسبقها الأداة لو، تمام؟ طبعا أداة المعرفة لو طبعا بمعنى ال، وهي خاصة بالكلمة المذكرة. خلاص؟ يبقى لو الكلمة المذكرة. أو أداة النكرة أن، اللي هي يو إن. خلاص؟ أن. الاثنين دول لو لو او ان يبقى الكلمه اللي عندي ايه؟ كلمه مذكره. خلاص؟ خلاص يا شباب؟ تمام ماشي. لو لو او ان، لو لو او ان اللي هي يو ان، تمام؟ يبقى في الحاله دي الكلمه دي مذكره. خلاص؟ طبعا هتمر علينا ان شاء الله الكلام ده بعدين، لكن بس احنا بناخد ايه؟ يعني نبذه سريعه كده. طيب، هنبدأ بقى نقرأ الكلمات اللي هنحفظها، وهتركز معايا في القراءة عشان تقرأ كويس. تمام؟ طبعا عندنا الكلمة الأولى بيقول في الصباح. في الصباح يعني إيه؟ يعني لو ماتان، لو ماتان، لو ميدي، لابغي ميدي. ركز معايا، لو ماتان، لو ميدي، لابغي ميدي، اللي هي بعد الظهر. خلاص؟ لو سوار، لو مينوي، لو نو، لو غارسون. تمام. ها، كمان مرة، لو ماتان، لو ميدي، لابغي ميدي، لو سوار، لو مينوي، لو نو، لو غارسون. تمام. من يقرأ علينا الكلمات دي يا شباب؟ ها، أنا اقرأ. قرأ. اقرا. لو ماتا، لو ماتا، لي ميدي، لو ميدي. ها تمام، عندنا حرف الاي اي، وبالتالي اقول مي، لا بغي ميدي، لو ميدي، لا بغي، ابغي ميدي. يس. ها، لو سوار، لو سوار، لو سوار. تمام، اللي هو المساء، في المساء. تمام. ها، قولي لي من وي. تمام. طبعا عندنا اليو اي يا شباب، عندنا اليو اي، لي مو، لي غارسون، لي غارسون. تمام. طيب، طبعا انا عندي سؤال. نعم. الاسماء المذكره هي اللي بتبدا ب ال اي و ال اي؟ لا، ال اي اللي هي لا، دي موجوده في الكلمات المؤنثه. خلاص؟ لكن الكلمات المذكرة هنلاقي قبلها الأداة لو، لو اللي هي ال اي. خلاص؟ لو. واضح؟ واضح يا شباب؟
واضح يا أستاذ. طيب تمام. طيب هنيجي بعد كده طبعا للايه الناحية التانية من الكلمات. تمام، خلينا نقفل الكاميرا لو سمحت. خلاص كل واحد يقفل الكاميرا لو سمحت. تمام. طيب هنيجي طبعا للعمود الثاني، وطبعا عندنا الاسم لو بغينون. ها لو بغينون، لو بغينون، لو بغينون طبعا اللي هو الاسم، خلاص اللي هو اسم الشخص. تمام. لو دوميسيل، لو دوميسيل، لو دوميسيل. ها لاج، لو بيبي، لو فيس. طبعا عندنا كلمه الابن اللي هي ها لو فيس، طبعا عندنا حرف ال هنا مش منطوق خلاص، وبالتالي لو ها فيس، لو فيس اللي هو الابن. وبعد كده الطفل لونفون، اون فون، لونفون. وبعد كده الصديق لامي، لامي اللي هو الصديق. اقراهم كمان مره، لو بغينون، لو دوميسيل، لاج، لو بيبي، لو فيس، لونفون، لامي. ها حد يقرا لنا العمود الثاني من الكلمات؟ أنا. طيب. لو بغينوم، لو دوميسيل، لا 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 لا، لحظة 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 لحظة. طيب احنا طبعا عندنا الام الاخيرة طبعا بيكون صوت انفي خفيف، ها ما نقولش بغينوم، لا بغينو، بغينو، ها لو بغينو، ها لو بغينوم، لو دوميسيل، لو، لو ويج، لو ماشي، لاج، لاج، لو بيبي، بيبي، لو فيل، لو لفيس، فيس، ها لو فيس، ها لو فيس، ها لو انفونت. هي طبعا عندنا الا ابوستروف، وبالتالي طبعا هنحط على الكلمه على طول خلاص، وبالتالي يبقى لونفون. ها لونفون، جميل، لا لونفون، وبعد كده لامي. تمام. ها خلاص يا شباب كل حاجه معروفه، في مشكله فيهم؟ ها باقي المجموعة، ها نقرأهم تاني ولا واضحين؟ لا واضحين الحمد لله. ها الكل، ها الكل، ها واضحين؟ مفيش أي مشكلة يا أستاذ. ها؟ أيوه واضح؟ أيوه يا أستاذ. طيب تمام تمام. طبعا يا شباب احنا بنحفظ بقى الكلمات المذكره النهارده، طبعا مش بنكتر عليك، فقط بنكتفي بالاسماء المذكره. حضرتك طبعا في ايه، في نوت الفرنش، تبدا تكتبهم الكلمه بالفرنش والميننج بتاعها. تمام. وزي ما انت عارف ان مذاكره الكلمات بتكون كتابه، مذاكره الكلمات بتكون كتابه، واضح مش كده؟ تمام تمام. ايوه يا استاذ اكيد. هنبدا بعد كده. تمام استاذ. نعم. هو انت حضرتك هتسمح لنا؟ هو انت يعني المفروض ان احنا نحفظه عشان ايه، نمشي واحده واحده كده عشان ما يبقاش في تراكم علينا. اوكي. طيب ها ناخذ الكلمات المصوره دي معانا ولا هيكون كتير؟ ها ايش رايكم؟ عندنا ها ناجلها، ناجلها المره الجايه. خلاص؟ ها؟ اللي تشوفه. خلاص خلينا النهارده ايه يعني نكتفي بالكلمات المذكره، ونخلي الكلمات المصغره دي بعدين، مفيش مشكله. تمام. طبعا بعد كده يا اولاد بنبدا بقى ايه، نخش في الدرس، نخش في الدرس. وطبعا بيقول شيلا فامي فرج، شيلا فامي فرج يعني عند عائله ايه، عند عائله فرج. خلاص. طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره كده عائله فرج طبعا كلهم ايه متواجدين، العائله كلها. تمام. وعندهم مستر موغيل وعندهم مدام موغيل. تمام. مدام موغيل هي زوجة السيد موغيل. خلاص. وطبعا هنا مكتوب في الصورة اللي قدامك طبعا بيقول لوكير القاهرة لوندي 27 افريل، طبعا القاهرة يوم الاثنين 27 ابريل. خلاص. طيب وبدأ يوضح لي الشخصيات الموجودة اللي في الصورة عندك فوق، بدأ يوضح الشخصيات. خلاص. فطبعا هنا جاب هنا طبعا ايه، جاب الجد والجده. تمام. في اخر الصوره خالص تحت، وبدا يجيب الايه البقيه. خلاص تمام. فبيقول طبعا لو غون بير، لو غون بير اللي هو الجد، الجد، الجد اللي هو مين يا شباب اسمه ايه؟ ها
لو جون بي. لو جون بي. ايوه مين الجد؟ مين اسمه ايه؟ ها اسمه فرج. تمام فرج. فرج جميل. طيب لا جون مير. لا جون مير الجده. ها اسمها ايه؟ امينه. امينه. امينه جميل. طيب عندنا الجد والجده. ها طيب اولادهم مين؟ ها اولادهم مين؟ ها منى. منى. منى ومين؟ منى ورضا ومجدة وسمير. لا منى ومجدة قصدي. منى ومجدة. منى ومجدة خلاص. منى ومجدة. طيب هنيجي عند عائلة منى. طبعا منى ها زوجها مين؟ ها رضا. رضا طبعا. فطبعا عندنا لو بير الاب اللي هو رضا، ولا مير الام اللي هي منى. جميل. طب اولادهم مين؟ ها دينا وجمال. جميل. دينا وجمال. طبعا دينا وجمال. دينا وجمال. دينا وجمال طبعا دول اخوات. الاخ يعني لو غير الاخ. طيب والاخت لا سور. لا سور الاخت. تمام. طيب هنيجي للعائله الثانيه، لعائله مجدة. عائله مجدة طبعا هي مجدة بالنسبه لجمال ودينا. تمام. ها لا تانت. لا تانت اللي هي العمه او الخاله. تمام. فطبعا مجدة بتكون خالتهم مش كده؟ ايوه. طيب زوجها مين؟ مجدة. ها سمير. 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 طبعا سمير بالنسبة لجمال ودينا بيكون ايه؟ بيكون ايه صلة القرابة؟ ها لونكل. لونكل. واضح؟ واضح. جميل. طيب عندنا مجدة وسمير. اسمها ايه يا استاذ؟ نعم. لونكل. لونكل. العم. لونكل. أونكل. أعوذ بالله من الشيطان. أونكل. طيب ها عندنا مجدة وسمير طبعا. ها ابنهم مين؟ كريم. كريم. وطبعا كريم ها بالنسبة لجمال ودينا صلة القرابة ايه بيكون؟ ها لو كوزان. لو كوزان. كوزان طبعا اللي هو ابن الايه؟ ابن العمة أو الخال، أو ابن العمة أو الخالة. فهو طبعا ابن ايه؟ ابن خالتهم مش كده؟ واضح يا شباب؟ ايوه. ها فاهمين؟ لا انا ما فهمتش. العم. العم طبعا العم اللي هو الأونكل. ها لونكل العم او الخال. خلاص لونكل. واضح؟ فالأونكل هو العم او الخال او جوز العمه، زوج العمه او زوج الخاله. هي كلها واحد المعنى يطلق عليهم كلهم. خلاص واضح؟ ها واضح يا استاذ. تمام. طبعا بنيجي بعد كده للاسئله، ورقم واحد بيقول سي. شايف الصوره دي؟ سي. انه. انه من؟ ها فرج ولا رضا؟ فرج. فرج. اول واحده فرج. جميل. رقم اثنين بيقول سي. انها. انها. ها امينه ولا ها مدام؟ امينه. امينه. طب نرجع كده فوق. نرجع كده فوق. شوف الصوره اللي فوق دي. ها شايف الصورة اللي فوق دي؟ ها مين دي؟ ها مدام موغيل. ها خلاص مدام موغيل. تمام. يبقى ثاني واحدة يا أولاد رقم اثنين اللي هو الاختيار الثاني بي. تمام. رقم ثلاثة سي. ها سي. إنه. ها صورة الولد ده مين؟ جمال. 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 جميل. إنه جمال. جميل. إجابة صحيحة. رقم أربعة سي. إنه كريم. 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 رقم أربعة كريم. جميل. طيب بنيجي طبعا للاختيار الخامس وبيقول سي بيخسون. سي بيخسون. هؤلاء الأشخاص. سون شي. ها هؤلاء الأشخاص بيكونوا عند. عند مين؟ ها مسيو فرج ولا مستر فرج؟ ها فرج. مسيو فرج. مسيو فرج. واضح. جميل. واضح. جميل. واضح يا استاذ. رقم اثنين طبعا عندنا مي فغي او فو. تمام. مي فغي او فو يعني ده صح او خطا. فغي يعني صح وفو يعني خطا. جميل. فالجمله الاولى اللي هي رقم سته بيقول مدام منى سي لا مير دو جمال. مدام منى بتكون والده او ام جمال. ها صح ولا غلط؟ عند منى؟ اه صح. جميل. عندنا طبعا مدام ها عندنا جمال ومدام منى هي طبعا ضمير اللي هي ام. جميل. وبالتالي يبقى الاجابه صحيحه. جميل. طيب رقم اثنين بيقول مدام مجده.
مدام ماجدة سيلا تانت دو كريم. جميل. ها مدام ماجدة بتكون خالة ها كريم. خطأ يا أستاذ خطأ. أيوة مدام ماجدة بالنسبة لكريم هي أمه صح؟ وبالتالي هي أم. هي أم وبالتالي يبقى خطأ. خلاص تمام. هنيجي الجملة رقم ثلاثة في الصح والغلط اللي هي ثمانية. فبيقول دينا سيلا في دو مسيو فرج. دينا إنها بنت السيد فرج. تمام طبعا عندنا ها استاذ عادي انا اجاوب ماشي استاذ عادي ماشي ماشي ها غلط. جميل جميل. طبعا هي دينا هي بنت مين يا شباب؟ هي دينا رضا مش كده؟ مش فرج. ايوه رضا فرج هو ماشي فرج كده. جميل 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 جميل. هنيجي للجمله اللي بعد كده رقم 9 وبيقول مسيو سمير سيلو بيردو كريم. خلاص مسيو سمير السيد كريم السيد سمير سي انه لوبير دو كريم. سمير بيكون والد كريم. آه. صح يا ده صحيحه مظبوط. جميل يبقى بغي بغي. جميل. طيب عندنا يا شباب الجمله الاخيره طبعا بيقول سي لوبير دو مونا اي دو ماجا. مسيو فرج بيكون والد منى ومجدة. ها آه. صح صح إجابة صح يا أستاذ. إجابة صح إجابة صحيحة. خلاص يا شباب خلاص. طيب بكده احنا برضو ايه يعني خففنا عليكم النهارده. مفيش مشكلة مفيش مشكلة. تمام خلينا بقى ايه سريعا كده سريعا كده تمام ونحاول نقرأ ال هنخلي ملك يلا ملك تقرأ لنا العمود الأول ها الكلمات اللي هنحفظها. ملك ها لومتان لوميدي لبغيز ميدي. لا الاس سايلنت. لبغي لبغي ميدي لبغي ميدي. ايوه لسوار 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 لمنيت لومينوي. لا التي سايلنت التي سايلنت واليو اي بنطقها وي يبقى لومينوي لومينوي. ها لومينوي. ايوه لينو لو نو لو ها لا غارسون لا ولا لو لو غارسون. ممتاز ممتاز ممتاز. تمام طيب هنقرا نور هتقرا لنا العمود الثاني. ها يلا يا نور. لو بونام لو دوميسيل لو دوميسيل. ها لأج لبابا لاج لبابا. ها لفيلت لفيلت لفيس. ايوه لفيس لانفات لنفان لأمي. اذا هي الا ابوستروف بنخش على الكلمة على طول يبقى لنفان لنفان لانفات لنفان. ايوه لنفان لأمي لامي لامي. جميل. طبعا لما الولد لما بيكون عندنا الا ابوستروف على طول بنخش على الايه على الكلمة يبقى يعني مش نقول لو انفان لا يا لون 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 فون لون فون لامي كذا. واضحين؟ ايوه واضحين يا استاذ. جميل. طبعا يا شباب زي ما احنا عارفين الحفظ بتاعنا النهارده خفيف تمام فمعلش هنكمل الكلمات المصوره تاني هنكمل الكلمات المصوره. ها ها وانت حضرتك هتبعت الصوره؟ انا لا الصوره انا بعتها المره اللي فاتت هي موجوده عندكم خلاص. اه الكتاب كله انا انا بعت ممكن 10 او 12 صوره فهم موجودين عندكم خلاص. تمام الكلمات المصوره اللي هي مو الاستغي مو الاستغي طبعا عندنا بعض الشخصيات تمام ويعني قراءتها سهله ان شاء الله مفيش مشكله. صحفيه ها جورناليست 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 صحفيه. ها طيب سكرتيره سكرتير ها سكرتير سكرتير سكرتيره. طيب طيار طيار بيلوت بيلوت. جميل. طيب صيدلانية ها فارماسيان فارماسيان فارماسيان. جميل. طيب عندنا أقرأهم كمان مرة جورناليست سكرتير بيلوت فارماسيان. طيب عندنا محامية محامية يعني إيه؟ ها أفوكات 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 محامية. طيب طبيب ها ميدسان 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 طبيب. طيب مصور ها فوتوغراف
فوتوغراف. طبعا الأربعة غينا فوتوغراف. فوتوغراف فوتوغراف جميل. طيب مدرس ها بروفيسور. بروفيسور 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 بروفيسور. واضح بروفيسور جميل. حفرانك مرة جورناليست. أيوة أستاذ. سكرتير بيلوت فارماسيان أفوكات ميدسان فوتوغراف بروفيسور. خلاص خلاص واضحين. هنقدر هي الأربعة تبتدئ في البروفيسور. بروفيسور أيوه بروفيسور بروفيسور خلاص. تمام يا أستاذ. خلاص طيب يا أستاذ. برضه حجة يا أستاذ. نحفظها مع الكلمات المذكرة ولا كتير؟ ها؟ عادي شوف اللي أنت عاوزه احنا نحفظه. خلاص نحفظه لان كده خلاص احنا معانا متسع من الوقت لسه للاسبوع الجاي. طيب فنحفظهم معانا ان شاء الله وبكده نكون خلصنا حصتنا ونشوفكم على خير الحصه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.